هل ما معنى الاشتراطي في الدعاء؟ ولا يجوز الدعاء بشيء معين أن يحدث؟ نعم يجوز الدعاء بشيء معين إذا كان خيرا أن يحدث. اللهم ارزقني، اللهم وفقني، اللهم زوجني امرأة صالحة. أما الاشتراط في الدعاء فكأن تشترط تقول يا رب إن كان في هذا الشيء خير فاقدره ويسره، وإن كان فيه شر فاصرفه.